محافظة أسيوط من المحافظات الرائدة في صعيد مصر، ومن الأزمات اللي بنواجهها محافظة أسيوط وهي من أهم المشاكل مشكلة رغيف الخبز. احنا ما عندناش مشكلة في رغيف الخبز في أسيوط من ناحية عدم تخصيص حسن الدقيق، مشكلتنا في أسيوط النمط الاستهلاك المواطنين. متوسط نصيب الفرد في أسيوط 3.1 رغيف، في محافظات 2.9 و2.1، ما عندهاش مشكلة رغيف الخبز أو مشكلة طابير الخبز كما في أسيوط. وده يرجع من السبب الرئيسي إلى النمط الاستهلاكي لبعض المواطنين. للأسف إن إحنا بنستفاد مش أكتر من 60% من ما يخصص لمدينة أسيوط. إحنا بننتج 9000، إحنا بننتج 9.5 مليون رغيف يومياً، استخراج مدعم، استخراج 82 بخمس قروش، و1.8 مليون رغيف استخراج 72.10 قروش مدعم. يعني المفروض ما عندناش أزمة إيش، بس يمكن الأزمة بترجع إلى نوع من ذوي النفوس الضعيفة من أصحاب المخابز، وبالتالي بالمسؤولية التضامنية على السادة القائمين بالرقابة التموينية، لأن تلف الذئب والحمل. النهاردة ما فيش تموين بيخش، عبء كبير على المخابز، غرامات. منظومة قديمة إن محاربة الفساد بالغرامات والمحاضر غير مجدي. مشاريع وهمية زي فصل الإنتاج عن التوزيع، إن أنا بحمل أسعار المخابز أصحاب المخابز على كائلهم مبالغ فوق طاقتهم. لازم هيصرف دقيق، لازم يبيع دقيق، لازم يبيع دقيق الحيوانات، بتستخدم أغلب الدقيق في أكل الحيوانات. حاجة تانية، إحنا تقدمنا لمحافظة أسيوط في لأكثر من حل لهذه المشكلة. احنا عندنا 8 مخابز أو 7 مخابز حكومية بينتجوا 650 ألف رغيف يوميا. دول لو ما تأجروش هتلاقي محافظة أسيوط ليس بها أي مشكلة في رغيف خبز. ما عندناش مشاكل. إذا كان الجيش بيقوم بعمل مخابز كبيرة وعمل مخابز ذات كيانات كبرى، احنا ليه نأجر مخابز الكيانات كبرى بحجة ان في صندوق دعم المحافظة؟ طب ما اللي بيستأجر ده بسعر عالي، ما هو بيسرق لازم عشان يسدد النهالي. هو هامش شوال الدقيق معروف كام؟ انا لما بأجر المخبز ب 200 و300 ألف و400 ألف جنيه سنويا، بالتالي اللي بيستأجره بياخد 80 شوال او 90 شوال، يخبز له 20 30 40 50 ويبيع له 30. يبقى انا مش بعالج خطأ هنا. الخطأ ليس مشكلة حس الدقيق ولا مشكلة كده، أنماط الشعب، أنماط السادة والرقابة على التموين. السيد المحافظ برضه في خلال 60 يوم 70 يوم أهو برضه مشكلة الخبز ومشكلة غايبة عنه حقيقي، ولم يراعيها ولم يسمعنا أكثر من مرة في هذا. بالنسبة لمشاكل بتواجه أسيوط أو الصعيد عامة، خاصة أسيوط، طبعا المشكلة الأم اللي هي البطالة المتكررة في كل محافظة. المحافظات مشاكلها بتندرج تحت بيبقى في تحكم مركزي في الميزانيات وفي المشاريع، فحلول محافظات الصعيد كلها سواء ميه او صرف صحي او رغيف خبز ولا اسطوانات بوتاجاز، حلها في اللامركزيه في الموارد وفي الميزانيات المخصصه للمحافظات على حده، بحيث ان الميزانيه تبقى لامركزيه في المحافظه مواردها ومشاريعها تشيء يبقى في منطلق واحد. احنا في مرحله بعد ثوره يناير، مرحله سياسيه او مرحله تنفيذيه مرنه او نقول غير مستقره، وبالتالي المنظومه ستستقر ان شاء الله في المرحله القادمه بالقضاء على البطاله بموضوع ان هو يرجع امر التكليف، عشان الانسان المصري شعر بالظلم وتوارث هذا الظلم، توارث المحسوبيه المجامله الافضليه. هناك الكثير من المشاكل مثل مشاكل الصرف الصحي، انقطاع المياه والكهرباء بشكل دائم خاصه في القرى، وبالنسبه ايضا لانابيب الغاز ومثل ذلك، ايضا انتشار الصقر والاسلحه الناريه. ماذا عن كل هذه المشكلات؟ لا، هو بالنسبه للمشاكل اللي هي المشاريع والعيش وكده، سيادتك، هو المشاريع والعيش دي بخصوص اللامركزيه اللي تدعيم المحافظات بتاخد الحصص دي والمخابز بتاخدها من القاهره، والقاهره بتوزع باحصائيات غير عدد السكان اللي موجوده على الطبيعه، فبالتالي بيبقى في ظلم القرى، وطبعا جشع اصحاب المخابز ممكن بيبقى له دور في بعض القرى، ولكن هو الموضوع مش هيحل غير باللامركزيه.
اللامركزية هتحل كل المشاكل دي. وقلت يعني السلاح والتجارة في الصعيد لا، هو الأمن العام على مستوى الجمهورية في تحسن ملموس في القرى وفي الصعيد هنا، في ضبط متهمين، في ضبط جناه، في ما فيش جرائم بتفلت بالصورة اللي هي ممكن يبقى في الجواجه البحري، لكن في جواجه الإبلي الانفلات الأمن مش موجود عندنا بالصورة الملحوظة. يعني مشاكل عديدة، يعني زي موضوع السقر ده منتشر جدا حاليا في فترة الانفلات الأمني الملحوظ، برضه مشاكل المرور في أسيوط هنا، مشاكل أصعب خالص ودي تخص المواطن العادي البسيط اللي هي مسألة المستشفيات والعلاج. يعني سعادتك تخيل تروح المستشفى ممكن ما تلاقيش سرنجة، السرنجة يا أخي مش موجودة، ممكن تروح بعض المدارس ما تلاقيش الطباشير، ممكن تروح طرق مكسرة وغير ممهدة، برضه في انفلات موجود في أسيوط. مسألة الخبز من الصعب جدا، البوتاجاز وده برضه مشكلة أساسية. تخيل سعادتك إن الغاز في إسرائيل، الغاز المصري في إسرائيل وأبناء الصعيد محرومين منه. موظف بجمعية إسكان الزراعيين، لي 17 سنة ومعاي 6 أولاد وأمهم، وباخد 324 جنيه أولا عن آخر، ما فيش أي مستحقات تاني، والجمعية رافضة تدينا زيادة ويقولوا ما فيش فلوس وعاوزين يزعطونا بعد فترة الخدمة السنين دي، وبيهددوا الناس بالمشي والفصل عشان خاطر بنطالب بالمرتبات. طب هي المشاكل التانية اللي بتواجهك مثلا زي مشاكل الصرف الصحي، مشاكل المياه الكهرباء؟ الصرف الصحي يعني بالنسبة للوقت كويس، بالنسبة لأسيوط ماشي والمية كويسة وكل حاجة كويسة، بس هي أزمة إن أغلى معيشة والأسعار، إن إحنا جونا ما يساعدش على هذه المرتبات. وبعد كده إحنا برضه أكتر من 300-400 نفر، 500 نفر زي ما أنت حضرتك شايف، بص تبع أبراج الزراعيين كله ده نفس المرتبات ومرتبات ميتة خالص، وسيادتك الموظف النهارده عنده شقه واثنين وثلاثه ومتوسعين ودايس على الناس الغلابه كلها يعني.